شكرا نهاد وهند. مشاهدينا الكرام برحب بحضراتكم وموجز الأخبار. أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي أن الوزارة ستعلن على صفحاتها الرسمية اليوم موعد إعلان نتيجة الدور الأول وجداول الدور الثاني للثانوية العامة وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد. تواصل شركة مصر للطيران جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وذلك بعد أداء مناسك الحج مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة. ومن المقرر أن تسير مصر للطيران اليوم 13 رحلة جوية لنقل ضيوف الرحمن، وذلك بواقع 5 رحلات جوية من جدة إلى مطار القاهرة و8 رحلات من المدينة المنورة إلى مطار القاهرة لعودة إجمالية 2700 حاجا من حجاج فلسطين وتضامن السويس والتقهلية والمنوفية، بالإضافة إلى حجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب. كما يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم 18 رحلة طيران سياحية دولية أغلبها أوروبية ضمن 116 رحلة أسبوعية تصل المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى يوم الجمعة، حيث وصلت تلك الرحلات من 12 دولة أوروبية. تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي. يشكل المؤتمر خطوة ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021-2026، كما يعد تتويجا لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر. ورياضيا، يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع منافسه فريق استرن كامبني في 6:30 مساء على استاد بتروسبورت، وذلك في إطار منافسات الأسبوع 26 من بطولة الدوري الممتاز. كما يلتقي في 9 مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع منافسه فريق الزمالك على استاد القاهرة، وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي الكأس عقب فوزه على فريق بتروجيت في نصف النهائي، فيما تأهل فريق الزمالك إلى المباراة النهائية على حساب فريق أسوان. يترقب عشاق كرة القدم في إفريقيا حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لتوزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء للعام الجاري 2022، والمقرر إقامته اليوم في المغرب. يشهد الحفل توزيع الجوائز على أفضل لاعب ولاعبة وأيضا أفضل منتخب وطني ونادي العام في إفريقيا، بالإضافة إلى أفضل هدف بجانب بعض الجوائز الأخرى. من أبرز المرشحين في القائمة النهائية أفضل لاعب إفريقي لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. حظ يعني إن شاء الله يبقى موفق للفريقين الأهلي والزمالك، ونشوف إن شاء الله مباراة كويسة. بكده بيكون انتهى موجز الأخبار. نعود مرة أخرى لنهاد وهند لاستكمال باقي فقرات صباحنا.